وهذه بعض الإبل تتجاوز أضرارها الأشجار البرية إلى النخيل المملوكة في هذه المزارع البعلية في بعض الشعاب. هذه الناقة الآن تأكل، ومع أنها تأكل الآن في الجليد اليابس، إلا أنها لا توفر أبدا الجليد الأخضر وأيضا البلح والتمر كذلك. كل ذلك تقضي عليه هذه الإبل، والتي يشكو منها أصحاب هذه المزارع البعلية